شكرا لك سي عبد الاله. في البدايه بغيت نتقدم لك الشكر ومن خلالك نتقدم الموقع اخبارنا يعني بالشكر الجزيل على المواكبه ديالو لينا في يعني في يعني في كل المحطات يعني ديال السنه الدراسيه، وبالاخص يعني الدخول الدراسي وكذلك المواكبه ديال الامتحانات ديال اخر السنه، وكذلك الاهتمام ديالكم بالقضايا ديال التعليم بصفه عامه. من طبيعة الحال هذه السنة الدراسية كتعرف يعني دخول مدرسي فيه مجموعة من المستجدات، يعني مستجدات يعني على الصعيد الوطني، وكذلك مستجدات اللي عندها علاقة يعني بالخصوصية المجالية ديال العمالة الصغيرة التمارة. فكيف ما كتعرفوا يعني التهيئة ديال الدخول المدرسي راه تتم بطبيعة الحال سنة من قبل، يعني ماشي حتى الدخول المدرسي عاد كنبقاو يعني نرتبوا العمليات، فكيكون الترتيب ديالها سنه من قبل، يعني بدايه من الاعداد ديال الخرائط المدرسيه اللي كتمر من مراحل ديال الخريطه النظريه ثم الخريطه التوقعيه ثم التعديل باش كنلقاو داك البنيه اللي غادي تكون في كل مؤسسه تعليميه. كذلك كتبنى على يعني مجموعه ديال العمليات ديال البناء ديال الترميم، كذلك كتبنى على مجموعه ديال العمليات المرتبطه يعني بالموارد البشريه باش نوفروها، كتبنى كذلك بالنسبه للمستجدات التربويه، كتبنى كذلك على التكوينات اللي استفدوا مجموعه ديال الاساتذه من 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 التكوينات طيله السنه، وخاصه فيما يتعلق بالمشروع ديال المدرسه الرائده. المستجدات السنه بطبيعه الحال كيتبنى كذلك على النتائج اللي حصلنا عليها في الموسم الدراسي السابق، واللي هاد النتائج من طبيعة الحال هي اللي كتعطينا الملامح ديال الدخول المدرسي. فمن خلال النتائج ديال السنة الدراسية نقدر نقول بأن الحمد لله على الصعيد ديال المديرية ديال الصخيرة التمارة كانت نتائج جد طيبة، خاصة فيما يتعلق بالنسب ديال النجاح المستوى الإشهادي، بحيث أن حققنا 97.78% فيما يتعلق بالنجاح في السلك ديال الابتدائي، ثم في السلك الإعدادي 85.80%، وبالنسبة للشهادة ديال البكالوريا حققنا يعني 90.17%. دونك هاد النسب عالية، وهذا من طبيعة الحال هو اللي كيعطينا من طبيعة الحال واحد التصور ديال النسب ديال التدفق اللي كيكون من سلك لسلك، وكتعطينا داك الوضعية ديال الخريطة يعني المعدلة بالنسبة للدخول المدرسي. ذكرت من طبيعة الحال المدرسة الرائدة، المدرسة الرائدة من طبيعة الحال المستجد هذه السنة هو أن عندنا التوسيع ديال العدد ديال المؤسسات التعليمية اللي غادي تكون فيهم يعني المشروع ديال المدرسة الرائدة، باعتبار أن المشروع ديال المدرسة الرائدة فهو كيشكل بحال واحد الوعاء اللي كنعملوا فيه واحد المجموعة ديال المشاريع ديال خارطة الطريق 22-26، واللي من طبيعة الحال كتبقى مؤطرة بصفة عامة بالأهداف الاستراتيجية اللي كتبقى ثلاث أهداف استراتيجية رئيسية، اللي هو الهدف ديال الاحتفاظ بالتلاميذ وتقليص من نسب ديال الهدر في التعليم الإلزامي، كيبقى كذلك التحكم في التعلمات، هو من خلال هذه المقاربة ديال طار بالإضافة إلى مجموعة من المقاربات من أجل أن مساعدة التلاميذ على التحكم في التعلمات، وكذلك يعني التفتح أو المشاركة في الأنشطة يعني الموازية في المؤسسة التعليمية. وهذا من طبيعة الحال كيف مش إلى تمعنتي في هاد الأهداف، بالإضافة إلى المشروع ديال المدرسة الرائدة، راه غتلقاه يصب في ثلاثة ديال المحاور الرئيسية اللي كتأثر خريطة الطريق، اللي هي كتبقى هي التلميذ الأستاذ والمؤسسة. المستجدات كذلك هاد السنة عندنا كذلك تجربة ديال الإعداديات الرائدة من طبيعة الحال بهدف من طبيعة الحال ديال التقليص ديال الهدر المدرسي، وكذلك المساعدة للتحكم في التعلمات والتقليص من نسب ديال التكرار، لأن أكبر يعني نسبة ديال الهدر المدرسي تكون على المستوى الإعدادي، كذلك أكبر نسبة ديال التكرار كتكون على المستوى ديال الإعدادي، بالإضافة كذلك إلى يعني الرفع التدريجي من الاستفادة كذلك من التدريس ديال الأمازيغية على مستوى المؤسسات التعليمية في الابتدائية.
ضيف الى ذلك من طبيعه الحال كيبقى عندنا كذلك التعميم ديال تدريس اللغه الانجليزيه. الان هذه السنه 100% بالنسبه للثالثه اعدادي، 100% بالنسبه للثانيه اعدادي، و يعني الهدف اللي محطوط هذه السنه هو 50% ديال السنه الاولى، وكنظن بان على المستوى ان شاء الله ديال العمل ديال صخره التمهره غادي نفوتوا حتى 50%، على اساس ان السنه المقبله غادي يكون التعميم في جميع يعني الاقسام، يعني في المستوى ديال يعني ديال السلك ديال الاعدادي. ضف الى ذلك الى هذه المؤسسات الرائده اللي احنا عندنا الان 53 مؤسسه رائده على الصعيد ديال العمل ديال صخره التمهره من اصل 108 ديال المؤسسات، يعني تقريبا 50%، ولكن بقاو المؤسسات غير الرائده. كاين كذلك عندنا برنامج ديال الانشطه الاعتياديه واللي غادي يكون فيها تعميم على كل المؤسسات غير الرائده، واللي غادي تصب في ثلاثه ديال الانشطه الاساسيه اللي هي القراءه والرياضيات والأنشطة الحركية في جميع هذه المؤسسات، يعني بمواكبة وتأطير ودعم من السادة المفتشين. إلى جينا دابا الآن على بالنسبة للمعطيات يعني العامة، هذا فيما يتعلق بمجموعة المستجدات. فيما يتعلق بالمعطيات ديال العمل ديال صخرة التمهرة، يمكن لي نقول بأن المستجد هذه السنة هو أننا بلغنا 115,000 تلميذ، وبلغنا كذلك 35,000 تلميذ، مع العلم أن الزيادة اللي كاينة في عدد التلاميذ على المستوى ديال التعليم العمومي فهي تفوق بكثير يعني التعليم الخصوصي، بحيث أن في هذه الست سنوات الأخيرة نقدر نأكد لك بأن كانت زيادة ديال تقريبا واحد 18,000 أو 19,000 تلميذ، في حين أن التعليم الخصوصي بقي في هذه الست سنوات مستقر في 35,000 تلميذ، بالرغم من الزيادة في عدد المؤسسات فبقوا يعني فقط يعني بحال التحويل من أو الانتقال من مؤسسة إلى مؤسسة، يعني كاين عرض يعني كبير ديال التعليم الخصوصي، ولكن يعني بقاو يعني الأعداد ديال التعليم الخصوصي يعني بقاو كيتراوحوا في الأعداد ديال 35,000 تلميذ. هذه السنة كذلك عندنا فتح ديال 10 ديال المؤسسات جديدة، عندنا 6 ديال المؤسسات جديدة في الجامعة ديال الصخيرات، وعندنا 2 ديال المؤسسات جديدة في الجامعة ديال عين عودة، بالضبط في الحي ديال الفردوس، مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية. ثم عندنا مؤسسة إعدادية في تمسنا، ومؤسسة ثانوية تأهيلية في الجامعة ديال عين عتيق. دونك هذا فيما يتعلق بالإحداثات، بالإضافة من طبيعة الحال إلى التوسيعات اللي الآن بلغنا توسيع ب 21 حجرة دراسية، ويمكن لي نأكد بأن كلها في الجامعة ديال الصخيرات. بالفعل سيد الإله، فيمكن لي نأكد بأن الحمد لله هذه السنة الوضعية أفضل من السنة الماضية. حنا السنة الماضية مني كان عندنا يعني البرنامج ديال إعادة الإيواء، من طبيعة الحال المعلومة اللي كانت عندنا هي أن كاين 23,000 أسرة، يعني ما كانش عندنا شي آلية كيفاش نضبطوا الأعداد ديال التلاميذ، كل أسرة العدد ديال التلاميذ، وكذلك يعني لي ترونش داج ديالهم باش نعرفوا الاسلاك ديال الابتدائي والاعدادي او الثانوي. فلذلك احنا درنا واحد البادره يعني السنه الماضيه في البدايه ديال قبل السنه الماضيه دونك درنا واحد البادره ديال ان كل المؤسسات اللي مجاورين بدور الصفيح دونك وزعنا عليهم واحد الاستمارات باش نعرفوا شكون اللي كيشملوا العمليه ديال الترحيل. دونك وكبنا كذلك حتى ذاك المعطيات على مستوى ديال المسار، لان ملي بدات العمليه ديال اعاده الايواء فماشي كلشي مشى استقر في الصخيرات، كاين اللي لان حتى التسليم ديال الشقق كان على مراحل، كان بالتدرج، ومن طبيعه الحال التسليم ديال الشقق مادام كان يعني بالتدرج كان يعني الانتقال ديال الاسر، كاين اللي بقى في تماره، كاين اللي مشى لسيدي يحيى، كاين اللي مشى استقر في عين عوده،
كاين اللي استقر في عيناتي وكاين اللي استقر في 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 تامسنا وكاين اللي من طبيعه الحال تبيناه كذلك استقر خارج الاقليم يعني مثلا بعد يعني بعد المدن المجاوره كبوزنيقه وبن سليمان دونك كاين اللي مشى استقر تما ولكن راه واكبناهم ورجعوا وراهم يعني الحمد لله مسجلين في المؤسسات ديالهم فهادو طبيعه الحال قمنا بواحد العمليه احصائيه واللي كعطاتنا 8044 ديال 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 التلاميذ ولكن هاد 8044 ما كانش محصي فيهم من طبيعة الحال يعني داك الاحياء الصفيحيه اللي كانت في قلب المدينه الصخيرات اولا في الجامعه ديال الصباح لان كذلك الجامعه ديال الصباح حتى هي شملها العمليه ديال اعاده الاسكان هاد العمليه ديال التتبع هو اللي بنينا عليها من اجل يعني تحديد العدد ديال المؤسسات السنه الماضيه حددنا 4 ديال المؤسسات بالاضافه الى مؤسسه ابتدائيه اللي كانت في طور البناء وكانت حتى هي اذا 5 ديال المؤسسات اللي كنا وفرنا السنه الماضيه بالاضافه الى التوسيعات وكذلك الاشتغال على النقل المدرسي ويمكن لي نقول لك بان في هذوك 8044 ديال التلاميذ السنه الماضيه تم تسجيل ديال 6300 يعني بعمليه احصائيه حنا يعني من هادو اللي شملهم الاحصاء على الصعيد ديال الجامعه ديال تماره يعني كان بقات لنا واحد يعني 1600 تلميذ دونك بطبيعه الحال غادي نضيفوا عليهم يعني الاعاده ديال الايواء ديال اللي في قلب الجامعه اللي كانوا في الياسمين في المنظر الجميل وكذلك في عين الروز في يعني في الجامعه ديال الصباح دونك بطبيعه الحال بناء عليها يعني حددنا ان غادي يكون عندنا في هذا الدخول المدرسي جوج ديال الثانويات جوج ديال الاعداديات وجوج ديال المدارس الابتدائيه بالاضافه الى 21 حجره دراسيه اللي حتى هي كتوسعه واللي هي بمثابه جوج مؤسسات تعليميه اللي كان في الجامعه ديال الصخيرات ويمكن لي نقول لك بان من طبيعه الحال التحدي كان عندنا هو ان في يعني الوضعيات المثاليه من اجل انجاز مؤسسه تعليميه يتم العمليه ديال اقتناء الارض والقيام بالدراسه في سنه ماليه واحده ويتم البناء في السنه الماليه المواليه حنا درنا هذا راه هو الوضعيه المثاليه انك تكون سنه ماليه كيتم فيها الاقتناء ديال وتسويه الوضعيه العقاريه ثم كيكون القيام بالدراسات والسنه المواليه يتم العمليه ديال يعني الاعلان على الصفقه ديال البناء حنا هاد العمليات كلهم درناهم في سنه واحده العام اللي فات درنا هذاك 4 المؤسسات في سنه واحده والعام هاد العام كذلك المؤسسات الاخرى درناهم في سنه ماليه واحده وهنا من طبيعه الحال ما يفوتنيش باش نفتح واحد القوس باش نتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوالي لان كان واقف على كل صغيره وكبيره كنا الاجتماعات كل اسبوع من اجل التسويه ديال الوضعيه العقاريه وكتعرف التسويه ديال الوضعيه العقاريه اولا تحتاج بعدك اولا الى يعني الموافقه ديال الميزانيه من طرف وزاره الماليه من اجل الاقتناء ثم كذلك خصك قبل ما تتم العمليه ديال الاقتناء الى بغيتي تسرع كنا كنجلسوا مع الملاكين من اجل القيام يعني قبل تحديد الصومه كنديروا محاضر ديال التوافق الحبي او الودي مع الملاكين باش نبداو العمليه في انتظار يعني التسويه من طرف الاملاك ديال وهذه من طريق حال كنا كنقوموا بها يعني بمواكبه وبحضور ديال السلطه المحليه كنا كنجلسوا معاهم والحمد لله هنا فين تيسرات الامور وتمكننا اننا يعني ننهيو بسرعه العمليه المسطره ديال 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 التسويه ديال الوضعيه العقاريه ضف الى ذلك الشكر كذلك للسيد مدير الاكاديمي لان بفضل يعني الدعم المالي اللي قدم من اجل توفير الاعتمادات اللازمه بالاضافه كذلك الى انه وقع اتفاقيه شراكه مع مؤسسة مختصة في البناء من أجل التفويض ديال عملية البناء لهذه الشركات وهذه الشركة المختصة نقدر نقول بأنها يعني محترفة وأنها كتنجز المؤسسة التعليمية في ظرف 3 أشهر
دونك هو اللي عطانا بالمعايير اللي معمول بها وبمواكبة من طرف يعني المصالح ديال الأكاديمية والمصالح ديال المديرية الإقليمية. وبالتالي هذا الجهد المواكبة ديال السيد الوالي كذلك التوفير ديال الاعتماد من طرف وزارة التربية الوطنية عن طريق الأكاديمية هي اللي مكنتنا الحمد لله أننا يعني تمكننا أننا نتحكموا في الوضع. شنو يعني يمكنني نتكلموا على الوضعية ديال الصخرات، شنو هو الآن يعني الوضعية يعني بصفة يعني بصفة دقيقة أو بصفة تقريبية؟ الآن المشكل اللي عندنا في الصخرات الآن حاليا، وهذا شيء احنا نتفهمه، أن هي الرغبة ديال الأسر أنهم يحولوا الأبناء ديالهم من مؤسسة إلى مؤسسة قريبة للدار، لأن من طبيعة الحال هو كان كيدرس في واحد المؤسسة السنة الماضية، من يشاف بأن مؤسسة جديدة تبنات قريبة له دونك هو كيطلب يتحول. ولكن احنا يعني النداء اللي كان عندنا الأسر أنهم في هذه المرحلة الأولوية كتبقى لهذوك التلاميذ اللي باقين خارج الجامعة ديال الصخيرات، يا إما كانوا في تمارا يا إما كانوا في عين عودة يا إما كانوا في سيدي إحيى، دونك وجاو دابا من بعد ما تسلموا الشقق ديالهم حنا هذوك هما كنعطيوهم الأولوية. بالإضافة كذلك لبعض الحالات اللي كيجيو خارج الإقليم من بعد منين يعني تستقر الوضعية وتستقر يعني هذا، بالإضافة إلى عندنا في هاد 11 المؤسسات اللي تنجزوا عندنا 8 هما فونكسيونيل من هادو اللي تنجزوا في هاد يعني الاحياء اللي استقبلات يعني دور الصفيح، وعندنا 3 اللي هما في المراحل النهائيه ديال الانجاز ديالهم وغادي نتسلموهم يعني في يعني خلال البدايه ديال شهر اكتوبر. ومن طبيعه الحال غادي يتم التحويل ديال بعض التلاميذ وغيكون عندنا داك الساعات الامكانيه ديال تلبيه الطلبات ديال الاسر اللي هي طلبات مشروعه، يعني كل واحد عنده مؤسسه قريبه له كيقول بان انا الاولى. ولكن حنا كذلك شويه الصبر وحنا منظمين وحنا درنا واحد اللقاءات كذلك ما بين جميع المديرين لا الابتدائيه ولا الاعداديه ولا الثانويه الخاصين بجامعات الصخيرات تمارا، وعقدت معهم اجتماع وحددنا حتى الاحياء، فكل مؤسسه الان عارفه الاحياء اللي تابعين لها، وكذلك حتى الناس ملي كيشوفوا التوزيع ديال الاحياء دونك كيكون واحد النوع ديال الاطمئنان وكيعرفوا بان المدرسه اللي في الحي ديالو راه هو اللي غادي يتسجل فيها، ما يمكنلوش يهزها ويهز التلميذ ويسجلوا في 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 حي. بالاضافه كذلك السي عبد الاله، وربما يعني الحديث كذلك حتى بعض الاحيان كيكون على الاكتضاض اللي لا انا اللي نقدر نقول لك وربما غتفاجئ من هاد المعطيات اللي غادي نقدم، هو ان عندنا في الصخيرات في الجامعه ديال الصخيرات عندنا فائض ديال المقاعد الدراسيه. انا نقدر نفاجئك ونقول لك بان في التعليم الابتدائي عندنا 15000 مقعد دراسي، العدد ديال التلاميذ باقي ما وصلش ل 11000، بمعنى كاين عندنا 4000 مقعد دراسي، مقعد دراسي خاوي. فين كاينين؟ ربما المتغير في الجامعه ديال الصخيرات هو ان هاد المؤسسات اللي فيها مقاعد دراسيه ماشي هي اللي موجوده في الاحياء اللي فيها اللي المعنيه باعاده الاسكان. مثلا الى مشينا المنظر الجميل فنقدر نقول لك بان 20 تلميذ في القسم، مشينا للسعديين كذلك اقصى الحالات 30 تلميذ في القسم، نفس الشيء بالنسبه لمدرسه المرابطين، نفس الشيء بالنسبه للمدرسه ديال ايطو الزيانيه، مدرسه الياسمين، مدرسه واد الشراط، هادو كلهم مؤسسه راه ما كيتجاوزش النصف ديال الطاقه الاستيعابيه، كاين مقاعد دراسيه. من طبيعه الحال حنا الان مساعده ديال الاسر، مساعده ديال السلطات المحليه، السعادة ديال المجتمع المدني كذلك تما اللي حتى هو من خلال التوزيع ديال الاحياء انا كنتوزع له يعني كذلك بالشكر، لانه حتى هما حاولوا انهم يعني يتداولوا الخبر ديال التوسيع ديال التوزيع ديال الاحياء فيما بينهم باش الناس كل واحد يطمئن ويعرف يعني المؤسسة اللي قريبة له غادي يتسجل فيها. حنا اون فوا يعني غادي يستقر يعني الوضع ديال التسجيلات الجديدة اللي عندنا،
غادي نقوموا يعني بفتح اللوائح ديال التحويل ديال التلاميذ من مؤسسة لمؤسسة بناء على الرغبات ديالهم، وبالإضافة كذلك غادي نشوفوا حتى الإمكانية إلا بقت عندنا رغبة نكونوا في كل اكتظاظ في مؤسسة، فهاد المؤسسات اللي عندنا فيها 4000 مقعد دراسي بطبيعة الحال بتنسيق مع يعني السلطات المحلية وكذلك مع مجلس العمالة من أجل توفير النقل المدرسي، فغيكون ذلك بحال اللي درنا السنة الماضية. ونفس الشيء بالنسبة للإعدادي، الآن من بعد ما كان يعني العدد ديال المؤسسات في الجامعة ديال الصخيرات ما كيتجاوش 10 ديال المؤسسات تقريبا، الآن راه حنا ماشي 10 ديال المؤسسات يعني ما كيتجاوش 19 المؤسسة، الآن حنا في 29 مؤسسة في 10 ديال المؤسسات اللي ضافت بالإضافة إلى التوسعات كذلك. من طبيعة الحال بغيت غير نقول لك أولا يعني بالتنسيق مع السلطة المحلية راه يعني إبان العملية ديال إعادة الإسكان، راه كان عندنا ممثل ديال المديرية في المقاطعة يعني عنده مكتب بالتنسيق مع السلطات المحلية كان يعني كيقوم باستقبال ديال الساكنة من أجل التوجيه ديالهم. الآن فإحنا كذلك على صعيد المديرية أولا كاين استقبال على صعيد المؤسسات، ربما كيكون بعض المرات الازدحام وكل شيء باغي هو الاولاني يعني سباق، وهذا حنا كنتفهموا داك الشيء، ولكن انا كنقول بان اي مواطن ما لقاش مقعد دراسه عنده في الصخيرات يتوجه للمديريه وهي غتوجهه يعني بطريقه مباشره للمؤسسه التعليميه الاقرب ليه، لان حنا كنقولوا عندنا فائض ديال المقاعد الدراسيه، فلا يعقل ان تلميذ ما غيكونش يعني عنده المقعد الدراسي ديالو. حنا الشكايات كنستقبلوها، كانت اي اشكال بطبيعة الحال كاين عندنا لجان اللي الان خرجنا التكاليف ديالها يعني الاسبوع الماضي اللي مكونه من السادة المفتشين كيقوموا بزياره ديال جميع المؤسسات، يوقفوا على البنيه ديالها الماديه والبنيه التربويه ويشوفوا كذلك الخصائص. واللي شيء اللي يتلي الصدر كذلك هو الآن الحمد لله ليس لدينا أي خصاص في الموارد البشرية، لا على صعيد الجامعة ديال 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 الصخيرات ولا على الصعيد الإقليمي، بالرغم من الإكراه اللي كان عندنا فيما يتعلق بالأطر الإدارية، بحيث أن كان مؤسسات ما كانش عندنا مديرين ديالهم، ولكن الحمد لله بالتطوع ديال مديرين آخرين يعني استطعنا أن نغطيو جميع المؤسسات، فيعني الموارد البشرية موجودة، التجهيزات موجودة، المؤسسات فتحت، المؤسسات الأخرى الثالثة يعني ستفتح إن شاء الله في شهر أكتوبر من أجل كذلك التلبية ديال الانتقالات ديال التلاميذ، وحنا كنبقاو يعني الهدف ديالنا وكذلك الغاية من الوجود ديالنا على صعيد المديرية هو الإنصات الشكاية ديال المواطنين والتفاعل معها فيما يتعلق يعني بالحاجة للتندرس على صعيد الجامعة ديال الصخيرات بالخصوص اللي هي اللي عرفت هاد الحركية ديال الساكنة، ولا يعني على الصعيد ديال العمل ديال الصخيرات تمارا يعني بصفة إجمالية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.